السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا. واليوم مع فاكهة أخرى برية غابوية خريفية كذلك، فصل الخريف، وهي فاكهة العناب أو النبق. نحن في المغرب نسميه النبق لأننا نقرأ كثير من الكلمات بالقاف، نقرأها بالقاف. وفاكهة العناب هي شجرة السدر، وهي تنبت في كل البلدان وتنبت في أماكن لا تصلح للزراعة، أماكن صخرية ولا تحتاج ماء، وهي تقاوم الجفاف، يعني الطقس حار وجاف يعني قاهر. وتلاحظون أن كل هذه الفواكه التي نتكلم عنها غابوية خريفية يعني وبرية، هي كلها ليست مغذية، ليست فيها مواد يعني تغذي، ما عدا البلوط. البلوط فيه سكريات وفيه بروتين وفيه دهون، لكن يعني هذا الخروب والعناب وهذه الأشياء هذه ليست مغذية، يعني ليست مغذية للجسم. لماذا؟ لأن هناك مواد غذائية نتناولها من أجل التغذية، مثل اللحوم، مثل الأسماك، مثل الحليب، مثل البيض، مثل البقوليات، نشويات. هذه مواد غذائية، فيها بروتين وفيها كربوهيدرات، فيها سكريات وفيها دهون، فيها يعني فيتامينات، أملاح، شيء هذا ألياف غذائية دائبة وغير دائبة. لكن هناك مواد أخرى لا نتناولها من أجل البروتين ولا من أجل الفيتامينات ولا الأملاح. نعم، هذا ستجدون في بعض الكتابات أن العناب غني بالفيتامين سي. نعم، لكن كم نتناول منه؟ ما هي الكمية التي يتناولها الشخص كي يحصل على ميليغرام واحد من الفيتامين سي؟ يجب أن يتناول يعني كمية كبيرة. لماذا؟ لأن هذه الحبوب، هذه الفاكهة، هي نواة كبيرة محاطة بقشرة، ليس فيها شيء، فيها قشرة يعني حول هذه النواة. ويعني هذه الفاكهة لا نتناولها من أجل البروتين ولا من أجل الأملاح المعدنية ولا الدهون ولا السكريات، نتناولها من أجل المركبات القوية التي يحتاجها الجسم الآن، وهي المركبات التي تحفظ الجسم من الأمراض. هذا شيء مهم، وهذا هو التوازن في التغذية، أن تتناول مواد غنية بالبروتينات يعني بالاقتياتيات، بروتين، دهون، سكريات، وأن تتناول مواد غنية كذلك بالأملاح والفيتامينات والألياف، وأن تتناول مواد غنية بالمضادات للأكسدة وبعض المركبات التي لها دور كبير في الجسم، وهي التي تكبح كل التفاعلات الخبيثة في الجسم. وهذا هو التوازن الحقيقي، أن لا يمكن أن نعيش على البروتين والسكريات والدهون، من المستحيل. لا تتصور أن شخص سيتناول بروتين هذه النوتريينتس هذه التي الآن يدرسونها في علم التغذية، لا تتصور أن شخص لما يأخذ بروتين ودهنيات وسكريات وأملاح وفيتامينات أنه سيعيش أنه بدون مشاكل، لا يمكن. لماذا؟ لأن لا بد أن يقع خلل داخل الجسم في الفيزيولوجيا، وهناك ضوابط يجب أن هذه المركبات، هذه المواد الدابغة، المضادات الأكسدة وبعض المواد الأخرى، هي تعتبر من الضوابط، الأشياء التي تضبط فيزيولوجيا الجسم، ولذلك نتناولها بكمية قليلة. وهي لماذا؟ لأنها لديها تأثير قوي، هذه المركبات يعني الجسم يحتاجها بكمية ضئيلة ولأنها قوية. ففاكهة العناب فيها أملاح معدنية، أكيد فيها أملاح معدنية، فيها فيتامينات، يعني هذه فيها البوتاسيوم، فوسفور، ماغنيزيوم، مانغانيز، فيها زنك، لكن يعني الكمية التي نستهلكها لا تعطي للجسم يعني أملاح وفيتامينات بكثرة. هي غنية يعني تحتوي على هذه الأشياء، لكن الأشياء التي تحتوي عليها هذه الفاكهة، فاكهة العناب، هي المضادات للأكسدة، وفيها يعني أربع مكونات، فيها حمض البيتولينيك، حمض البيتولينيك بتركيز يعني قوي، وبوليفينولات وفلافونول يعني بتركيز قوي. وحمض البيتولينيك يعني تكلمنا عنه في بعض الفواكه الأخرى، لكن يبقى العناب مصدر قوي من حمض البيتولينيك. وحمض البيتولينيك كابح للسرطان، هو من المركبات التي تكبح سرطان، حمض البيتولينيك. وتحتوي على البورارين، هذه المادة يعني مع الزيزيفين، مع الأبيجين. الأبيجين توجد في الخرشوف، توجد يعني في خضرة الخرشوف، وتوجد الأبيجينين في كذلك في العناب. بمعنى هذه المركبات، أولا فهي تكبح تكون الكوليسترول، لا يمكن كوليسترول أن يتجمع في الجسم. لاحظوا أن هذه الفواكه الخريفية كلها يعني تحد يعني من الكوليسترول. ثم هذا العناب كذلك، هذه الجزيئة لا تترك يعني هذا الكبد يتشحم، يعني تشحم الكبد الغير الكحولي، نون الكوهوليك، هذه الفاتي ليفر، يعني التشحم الغير الكحولي في الكبد، فهي تكبح هذه الأشياء، ثم تكبح
تكون الحصى على مستوى الكلية. لماذا؟ لأنها تكبح الأنزيم الذي يقوم بتجمع هذه الأشياء، وهي الأوكسالات يعني على مستوى الكلية. الأشخاص الذين يستهلكون يعني العناب بكثرة في حياتهم، ليس بكثرة ولكن يستهلكونه يعني دائما في وقته، لما يكون شهر وشهرين يستهلكون كمية جيدة من العناب، أن هذه الكمية ستكبح تكون هذه الحصوات على مستوى الكلية، ثم تكبح السرطان، ثم تكبح هذه تكون شحوم حول الكبد، ثم مادة الجليكوبروتين تحتوي على جليكوبروتين ونسميه ميوسيلايج، وهذا الميوسيلايج هو الذي يضمد القروح، جميع يعني هذه يعني الآلام والالتهابات على مستوى الجهاز الهضمي. وكانت يعني في الطب القديم معروفة أنها تستعمل ضد السرطان وتستعمل ضد عدم النوم، يعني هذه الأشخاص الذين لديهم مشكل مع النوم، يعني هذا الأرق وعدم النوم، فكان الناس يعني يتناولون هذا النبق، يعني هذا العناب، يعني لكي يعني يناموا، لأن كثير من الأشخاص الآن لديهم مشكل مع عدم النوم. هذه الأمراض على مستوى الأعضاء وعلى مستوى الاستقلاب مثل الكوليسترول، طبعا لما نقول كوليسترول فهي تحفظ شرايين، لأن الكوليسترول هو الذي يخرب شرايين من الداخل، ثم يعني هذه تشحم الكبد كذلك، هذه هو المشكل الآن الحاصل. كثير من الناس لديهم يعني تشحم كبد الغير الكحولي، ويعني كثير من الناس مصابين بهذا المرض. هذه المعلومات لا تعني على أن الأشخاص يعني المصابين سيشترون هذه العناب ويستهلكونه بكثرة ثم يتعالج. هذه خصائص هذه الفاكهة التي يجب أن تستهلك سنويا لما تكون في وقتها، أن لا يتجاهلها الناس يعني، وأن يستهلكها إن وجدت وإذا كانت متوفرة. مع الأسف كل هذه الأشياء الآن تباع في المعشبات، تباع مع الأعشاب. العناب لا يباع مع الأعشاب، العناب فاكهة برية غابوية تستهلك كما تستهلك المواد الغذائية، وليس هناك تحفظ من أي شيء، يعني ممكن كل الناس ممكن يعني أن يستهلكوها. يعني هناك مادة فيها زيزيفين، مادة زيزيفين تسمى على اسم العناب، لأن العناب اسمه العلمي زيزيفيوس. وهذه مادة زيزيفين لديها خاصة غريبة شيئا ما، فهي تكبح المذاق الحلو، يعني لما يعني تأكل زيزيفين وتأكل يعني شيء حلو بعد هذا العناب، يعني هذا لا تحس بأنه حلو، فهي تكبح الإحساس بالمذاق الحلو. وهذا شيء يعني غريب، يعني لاحظوا أن البحث العلمي حين وصل يعني أشياء دقيقة وكذلك غريبة، أن يعني أنك تفقد حاسة الإحساس بالمذاق الحلو يعني طبعا وقت معين وليس هذا. فربما يكون في هذه الخاصية، ربما تكون طبعا تكبح أشياء أخرى، هي شيء مهم، لكن يبقى حمض البيتولينيك هو المكون القوي، وهو الذي يكبح خلايا السرطانية على مستوى الدم. يعني الأبحاث التي أجريت على سرطان الدم أنه يكبح هذه الخلايا الدم، يعني هذه السرطانية في الدم، وهو هذا حمض البيتولينيك معروف عليه أنه يكبح، ويوجد كمكمل ويوجد كدواء يعني في الصيدليات حمض البيتولينيك. هذه المكونات حمض البيتولينيك والبورارين والزيزيفين والأبيجين وهذا الجليكوبروتين، هذه الموسيلايج، هذه هي المركبات القوية التي يحتاجها الجسم أكثر ما يحتاج مغذيات. مغذيات موجودة في البقوليات وموجودة في السمك وفي الحليب وفي اللحوم يعني وفي النشويات، لكن هذه المركبات يعني قوية، لأن يعني الزيزيفين هي خاصة، زيزيفين خاصة بالعناب لا توجد في أي مادة أخرى. فيعني هذه الأشياء المتنوعة سنرى أن طول السنة على مدار 365 يوم في السنة كل الفصول دائما نجد فيها منتوجات فيها هذه المواد التي تحفظ الجسم. ولكي يكون يعني هذا الجسم في توازن ويعني تام وتكون تغذية متوازنة، فقط أن نتبع هذا التوازن في الطبيعة، أن كل موسم فيه أنواع من الخضر، أنواع من الفواكه، أنواع من بعض الحشائش التي تخرج في وقتها، أنواع من أشياء تستهلك وأشياء لا تستهلك. هناك أشياء تستهلك وأشياء لا تستهلك. سنرى أن في فصل الربيع ليس فصل اللحوم مثلا، سنرى في فصل الصيف أن اللحوم تستهلك في فصل الصيف، لكن لماذا؟ لأن معها الفواكه، ولأن الحيوانات تكون سمينة في فصل الصيف. ثم يعني فصل الخريف، نلاحظ الآن أن فصل الخريف فيه منتوجات هي الأقوى وليست منتوجات فصل الربيع. لماذا؟ لأن فصل الخريف يجب بعد فصل الصيف،
وفصل الصيف نكون يعني إرهاق وعياء وسفر وأعراس وكثرة اللحوم وأشياء كثيرة يعني في فصل الصيف. فهذا فصل الخريف، هذه الأشياء كلها تزيل جميع ما تراكم من السموم في الجسم، من الأشياء التي تكلمنا عنها. ولا زلنا سنتكلم عن أشياء أخرى قوية كذلك، عن اللوز وعن الجوز وعن الأشياء التي تستهلك في فصل الخريف وفصل الشتاء، وعن البقوليات إلى آخره. تكلمنا عن البقوليات، لكن تستهلك الوقت الذي تستهلك فيه البقوليات، هذا شيء كذلك مهم جدا. هذه الفاكهة هي ليست مغذية، بمعنى ليس فيها بروتين، لكن الجسم يحتاج هذه المركبات التي توجد فيها، وتستهلك بكمية قليلة، يعني قبضة يعني عناب، من العناب ربما تطحن جيد وتستهلك كلها، يعني هذه النواة الداخلية. النواة الداخلية فيها حديد وفوسفور وكالسيوم، هي غنية بالفوسفور. ولما لا، لماذا لا تستهلك كلها؟ ولكن فقط يعني أن هناك نصائح ونصائح. هناك من يتكلم عن السعرات الحرارية وفيها أملاح معدنية وفيتامينات وينسى الأهم، هي خلقت هذه الفاكهة خلقت من أجل هذه المركبات التي تقي من الأمراض، التي تحبس الأمراض. وهناك مواد خلقت من أجل البروتين، وهناك مواد خلقت من أجل الدهون مثل الزيتون مثلا. وهذه أشياء مهمة، هكذا يجب أن يفهم الناس هذه النصائح، أننا لا نعطي خلطات وأن سيتهافت الناس عن العناب لأنه يعالج السرطان وشيء. يجب أن لا يفهم الناس خطاب هكذا. ما في الأخير هناك يعني أكيد سيختلط لكم الأمر بين الزيزفون وبين العناب، فهي نفس الفصيلة نفس الشجرة. الزيزفون الآن يغرس، هي هذه شجر السدر الآن الذي يعطي الزيزفون، هو شجرة ملقمة الآن أصبحت تغرس، وكثير من الناس الآن غرسوها هذه. فالزيزفون فاكهة أكبر من العناب. العناب حبة صغيرة يعني بحجم حمص أو أقل، العناب يعني حجم التمر، وهو الآن موجود في الأسواق. زيزفون الآن هذا في المغرب نسميه الزفزوف، هذا موجود الآن يعني في الأسواق، وهو نفس المركبات. وكم حجم هذه الحبات كبير، وممكن أن يستفيد منه الناس، لأن النبق هذا العناب حجمه ليس كبير وليس فيه أشياء يعني تمضغها ليس لا شيء هذا، فممكن أن يستهلك الناس هذه الأشياء. فهي نفس الفصيلة للعناب والزيزفون هذا، يعني فهو يعني نفس الفصيلة ونفس المكونات، فقط أنها تكون مركزة في العناب، يعني الشكل الصغير في هذه الأشياء مركزة أكثر من الزيزفون، لكن يبقى نفس التركيب ونفس المركبات في هذه الفاكهة. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.